وننتقل إلى الحصاد الأسبوعي. فعلى مستوى الأداء العام، فقد تباينت مؤشرات الأسواق العربية خلال جلسات الأسبوع، وسجل المؤشر الرئيسي للسوق المصري إيجيك 30 خلال الأسبوع ارتفاعاً بنسبة 2.1%. وجاء سهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 255%، بينما تصدر سهم مينا فارم للأدوية والصناعات قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 14.79%. أما من دولة الإمارات، فقد أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي على ارتفاع أيضا بنسبة 0.67%، وجاء سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 15%، بينما تصدر سهم دار التأمين قائمة الأسهم الأكثر 9.94%. بينما أنهى مؤشر سوق دبي الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.38%، وجاء سهم الخليج للملاحة القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 14.85%، بينما تصدر سهم الأسمنت الوطنية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 73.8%. فيما أغلق المؤشر العام للسوق السعودي تاسي على تراجع بنسبة بلغت 1.83%، وجاء سهم شركة المشروعات السياحية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 10%، فيما تصدر سهم أسواق عبد الله العثيم قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.29%. كما أنهى مؤشر سوق الكويت الأسبوع على تراجع أيضا بنسبة 0.43%، وجاء سهم ميزان القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 6.56%، بينما تصدر سهم شركة مشاريع الكويت القابضة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 8.21%.